هنعمل كيكه بالليمون، يعني فيها هي طعم الليمون، ونعمل لها من فوق ايه وش حلو كده بالليمون والسكر، او الطبقه اللي فوق. يعني احنا هنعمل ايه؟ بص، المقادير بتاعتنا هيعملها بالزبادي، يعني كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه ونص دقيق، كوبايه الا ربع سكر، 3 بيضات، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، معلقه بشره ليمون كبيره، يعني مش كبيره قوي عشان ما مررش منك، فانيليا، نص كوبايه سمنه، كوبايه زبادي، بتبقى طريه شويه. خلاص، هقول تاني، كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه الا ربع من السكر، 3 بيضات، 2 باكو بيكنج باودر، كوبايه زبادي، نص كوبايه سمنه، 2 باكو فانيليا، ولو مش عايزاها مش مشكله، انا عندي معلقه من بشر الليمون. التوبنج بتاعها او الوش بتاعها عباره عن سكر بودره، عصير ليمون، وبشر ليمون، وممكن شويه ميه صغيرين لو مش عايزاه يبقى مزز قوي. هجيب هنا نص كوبايه، بسم الله الرحمن الرحيم، من السمنه، كوبايه اللي بعيرت بيها الدقيق بعير بيها كل حاجه، كوبايه من الزبادي مش علبه، كوبايه الا ربع من السكر، 3 بيضات. معانا كريم، اهلا وسهلا. ايوه، صباح الفل، ازيك يا نوجه؟ يا صباح الفل عليك، ازيك؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ الله يخليكي، عامله ايه؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا رب يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. خليكي. طبعا انا بجد بحييكي، ودايما دايما كده مبدعه في موضوعاتك ومناقشتك معانا وتنويرك لحاجات كتير جميله. الله يكرمك يا رب، بجد بقول لك تسلمي ايدك. الله يخليك، ويسلم لسانك كمان والله. الله يكرمك. وعايزه كمان اصبح بقى على كل حبايبك في سي بي سي سفرة، سواء العاملين او المشاهدين، اي حد بقول له كل سنه هو طيب، وخصوصا بدعي بالشفاء لمدام ايمان السعوديه والحاجه فيهام. طبعا طبعا طبعا، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، ربنا يبارك لك. شكرا جدا ليكي، شكرا، ربنا يخليك. نضرب بقى اللي في الخلاط ده، وهقوله تاني هو ايه. كوبايه ونص من الدقيق، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، معلقه من الليمون، بشر الليمون الاخضر بس، خلي بالكم انتوا بتبشروه ما تجيبوش الابيض، ورشه الملح. من اهلا وسهلا. ازيك يا منى؟ ازيك يا منى، عامله ايه؟ الله يخليك يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ بس ضربه كده ده. انزل بقى اللي في الخلاط على اللي في الطبق. كيكه الليمون انا عملتها ازاي؟ كيكه الليمون والزبادي، انا عملت هنا، حطيت نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من السمنه، 3 بيضات، كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه زبادي، فانيليا، ضربتهم كلهم مع بعض، يبقى حطينا نص كوبايه من الزبادي، نص كوبايه من السمنه، كوبايه من الزبادي اللي عيرتي بيها الدقيق، كوبايه الا ربع من السكر، 3 بيضات، فانيليا، وضربتهم كلهم مع بعض. خلاص، هنا عندي في الطبق كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه ونص من الدقيق، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، وليمون مبشور او بشر الليمون معلقه كبيره. هحط ده على ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الزبادي اللي مع البيض اللي مع السمنه اللي مع السكر اللي معاه الفانيليا. طب ليك اي سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه نجلاء؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ انا عاجزه، عاجز لساني عن الشكر لحضرتك، بتابعك في كل الاكلات الزمريه. ربنا يخليك يا رب، تسلمي. اهو بص كده، حطيتها في قالب مختلف شويه، المرات طبعا ممكن تعمليها في صينيه عاديه خالص، مفيش مشكله، يعني عادي، عادي يعني؟ جدا. طبعا. طيب ماشي، ماشي ان شاء الله. بصوا هنا بقى اللي هحطه على وش الكيكه ده، عباره عن ايه؟ سكر بودره، عصير ليمون، بشر ليمون، وشويه ميه صغيرين. طبعا ممكن نعمله بليمون بس هيبقى يعني مزز اكتر شويه، لا نحط ميه شويه علشان يبدا ان هو ايه يعني يبقى طعمه حلو، مش ما يديكش مراره. فهحط هنا كده السكر
وعليها بشر شويه ليمون كمان. طبعا انا مش عايزه احط على السكر لا ليمون ولا ميه غير لما اجهز الكيكه خالص. ليه؟ لان ده بينشف على طول. ممكن تعملي في قالب المدور، ممكن تعملي في الانجليش كيك، ممكن تعملي في صينيه عاديه، اي حاجه. اخد كده بقى هنا سكر بودره، خلي بالك بنحطه قليل جدا لان السكر بودره بيسيح على طول. اديله الاول بس معلقه ليمون كبيره، معلقه ميه، ودي حوالي نص كوبايه من السكر، سكر البودره.